24 غارة من الطيران السعودي اللي يشن عدوان همجي بربري. المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب اليمني اختتم أعماله في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد 21 من أغسطس، وسط حضور قوي لمفكرين وسياسيين وناشطين وإعلاميين ورجال دين، أكدوا على تضامنهم التام مع الشعب اليمني وإدانتهم للعدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ 17 شهرا، ولصمت المجتمع الدولي عن ودعم بعض الدول الكبرى له. Yes, I think the British government is embarrassed by their policy towards Yemen. They're embarrassed by their close friendship with Saudi Arabia. They're coming under increasing parliamentary and other pressure on this. And even the media is now beginning to ask them searching questions. Not just because the war on Yemen is immoral, but because it's a failure. And nobody loves a failure. الحكومة البريطانية لا تتحمل لوحدها قسطاً كبيراً من مسؤولية هذه الحرب، ولكن وعاظ السلاطين أيضاً يتحملون قدراً كبيراً من المسؤولية. علماء اتحاد عالمي لعلماء المسلمين له رأي يعني فيما أظنه نوعاً ما يعني موافق لما قام به يعني تحالف السعودية، والبعض الآخر وسط لكن متهمون بالتشيع أو بميول إلى الشيعة، فهم خوفا من أن يصموا بمثل هذه التسمية لاذوا بالصمت. الكرة اليوم أضحت في ملعب المجتمع الدولي المطالب بالوفاء بالتزاماته الإنسانية والقانونية حيال اليمن. فهل سنسمع من المجتمع الدولي موقف يتناغم والمواثيق الدولية لاحترام إرادة الشعب اليمني الذي يقرر اليوم مصيره، وهذا ما تلزمنا فيه المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية؟ إلا أنه بالرغم من كل هذا الظلم الذي تتعرض له اليمن، فإن شعبها الجبار موعود بالنصر. المؤتمر الدولي الأول لدعم الشعب اليمني اختتم أعماله بتوجيه نداء للمجتمع الدولي لدعم حق الشعب اليمني في تقرير مصيره ووقف العدوان السعودي على اليمن، وكذلك محاسبة كافة مرتكبي جرائم الحرب. سهر عرايبي للبحرين اليوم من فندق بولمان في العاصمة البريطانية لندن.